شراكة بين الحوثي وصالح وإيران دفع ثمنها آلاف الضحايا. عندما كلمونا قالوا أن الحرمين محتلة من قبل أمريكا، قلنا إذن هذا دافع الجهاد. إذن كيف تم تضليلهم وتدريبهم للقتال؟ كان هناك اثنين يدربونا، واحد اسمه صالح والثاني اسمه أبو عبد الله من حزب الله. في معركة لا يعرفون أسبابها، لقاءات حصرية مع محتجزين يكشفون للمرة الأولى تفاصيل تجنيدهم. وثائقي من إنتاج العربية. شفت الرعاية والوسيلة في المملكة العربية السعودية، حفظها الله. ضحايا الشركة، الأربعاء 7:15 على شاشة العربية.